مساء عليكم جميعا. اربع حلقات من الصيف. احنا بس هنبدا عشان وقت الزوم نبدا في ميعادنا. اولا بشكر لكل الناس اللي عملت التطبيق خاص بالمحاضره الاولى. الحقيقه النتائج ايجابيه جدا. شفنا كل التطبيقات الناس اللي رفعت على الخط على الجروب الصفحه في الفيسبوك. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم بعد ما نخلص التطبيق النموذج الثاني سوري النموذج الثالث والرابع. هبعت لحضراتكم لينك على الجروب للمتابعه البرايفت لكل الناس اللي عملت التطبيق عشان بس وقت الزوم. هنبدا دلوقتي. حضرتك بس رحمه. السلام عليكم. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ انا باشمهندسه رحمه ربيع. اتخرجت من كليه فنون تطبيقيه 2021 قسم تصميم داخلي واساس. وبعدها بعد ما اتخرجت على طول اخدت كورس مع باشمهندس محمد الكاشف شوب دروينج. اول حاجه اخدتها كانت اللي هي الوان زون، نظام الوان زون، يعني بتكون هو زون واحد بس بندرسه بكل التفاصيل اللي فيه. يعني هنا ده بلان الكود بتاع اول ورشه اخدتها. طبعا هنشوف بالتتابع كده في الصور وهوريكم مشروع برضو بعدهم. هتلاقوا تطور الشغل اختلف طبعا بالخبره وكده والتطبيق الكتير والمتابعه مع الباشمهندس وكده. تمام، ده بلان الكود وده بلان الارضيه. تمام، طبعا بندرس بقى كل حاجه في التفاصيل وكده. وطبعا بتختلف النظام الاول عن النظام الثاني. يعني في النظام الاول كنا بنعرف بس بدايات، لانه احنا بنكون خارجين من الكليه ما عندناش الخبره الكافيه في الحاجات دي كلها او المعلومات الكافيه لرسومات الشوب دروينج كلها. فالباشمهندس كان بيبتدي معانا بالنظام الاول عشان ما نتخضش من كميه المعلومات الكتير اللي احنا بنعملها في النظام الثاني او كميه الحاجات الكتير اللي احنا بنعملها يعني. تمام، هنا ده بلان الفرنيتشر قبل وده اللي هو بعد، يعني بيفرق شوية في التنظيم. وطبعا دي أول ورشة فهتختلف يعني عن اللي جاي بعد كده. تمام، هنا ده بلان السقف قبل وبعد. تمام، هنا ده السكيشن بتاعت أول ورشة. طبعا هيختلف برضو زي ما قلت لكم يعني بعد كده الشكل يعني. هنا دي كانت ورشة تانية أخدتها برضو، دي سكيشن بتاعت مشروع تاني وده نفس المشروع اللي احنا هنعمله السقف ان شاء الله النهاردة. هنا دي كانت بقى بداية النظام التاني. كنا اخدنا بقى اللي هو شقة كاملة او يعني مساحة كاملة على بعضها. طبعا بيفرق برضو يعني. هنا ده كان قبل في الاول خالص وبعد كده هنا ده بعد. طبعا شكل التنظيم وشكل اللوحة والتفاصيل الكتير وكل حاجة بتفرق جدا مع المتابعة مع الباشمهندس. ده كده كان بلان الأرضية وده بعد طبعا مع الإخراج وكده. هنا ده بلان الفرنيتشر وده بعد التنظيم. تمام، وهنا ده بلان السقف بتاع نفس المشروع يعني. وإن شاء الله هناخد هو الفراغ ده اللي هنعمله إن شاء الله مع بعض النهاردة بإذن الله. هوريكم بقى مشروع برايفت كنت أخدته برضو مع أو كنت بتابع فيه مع باشمهندس محمد الكاشف. ظهري باشمهندس. تمام، ماشي. هنا دي كان بنبتدي طبعا الأول بندرس المشروع الـ 3D اللي بيكون جاي لنا، بندرس الصور نشوف إحنا هنحتاج كام لوحة. فطبعا بنروح بقى كاتبين عدد اللوحة اللي إحنا هنعملها كلها بكل التفاصيل اللي إحنا محتاجينها في المشروع. تمام، هنا دي الجداول بتاعت كل حاجة خاصة في المشروع، سواء مساحات سواء دهانات بالمساحات بتاعتها، أرضيات، سقف، وكل حاجة يعني موجودة في المشروع. تمام، وهنا ده كان جدول الفرنيتشر. طبعا كل نوع أساس والعدد بتاعه برضو بنحصره. هنا ده بلان الكود. طبعا فرق هنا عن الورشه بتاعه النظام الثاني عن الورشه بتاعه النظام الاول. كل ماده ما الواحد بيتطور اكتر وبيكتسب خبره اكتر مع المتابعه وما نسيبش الشوب دروينج، فهنلاقي نفسنا بنتطور اكتر وبنعرف بقى كل التفاصيل. تمام، هنا ده بلان الدايمنشن. نعمل طبعا دايمنشن لكل حاجه، بلان السقف. تمام، ده بلان الارضيه وهنا بلان الفرنيتشر. طبعا بندرس بقى اللي هي ممرات الحركه، وانه ساعات مثلا في ال 3D بيجي لنا الفرنيتشر يبقى جاي كتير قوي في ال 3D، بس لما نيجي ندرس ممرات الحركه في الشوب دروينج بنلاقي انه لا مش هيك
مش هينفع مثلا كمية الأساس دي كلها في نفس الفراغ ده. فبالتالي الشوب دروينج بيفرق في النقطة دي عن الثري دي، إن إحنا لما فعلا بنمشي بالمقاسات مظبوط بنعرف إحنا هنعمل إيه هنا يعني بالظبط، مش هنعمل بقى ونعيش أحلامنا في الثري دي ونحط حاجات كتير وتبقى مقاساتها مختلفة ونيجي في الآخر في التنفيذ بنتصدم يعني بالحقيقة. تمام، هنا ده بلان الكهرباء، بندرس برضو حاجات كتير جدا في الكهرباء في الورشة. تمام، وهنا ده بلان الإنارة، حدد مفاتيح لكل وحدة إضاءة. تمام، هنا ده بلان التكييف، بنحدد أماكن الجريلات بتاعة التكييف، وده بلان ممرات الحركة. بعد كده دي السكاشن، أنا عاملة مرة السكاشن بدون أساس ومرة تانية بالأساس بتاعها، يعني دي كده السكاشن من غير أساس عشان بحيث تكون كل حاجة في الحوائط واضحة بالنسبة للناس اللي هينفذوا المشروع إن شاء الله يعني. تمام، طبعا بنعمل دايمنشن لكل حاجة وأكواد لكل حاجة لازم تكون واضحة. ده السكشن التاني للمشروع وده السكشن التالت. تمام، ده الرابع، ودي كده كانت منطقة الحمام يعني باث روم. تمام، بعد كده دخلنا بقى على الدور التاني، هنلاقي نفس الموضوع يعني نفس عدد اللوح، بلان الكود وبلان الدايمنشن وبلان السقف. تمام، وبلان الأرضية وبلان الفرنيتشر، وبعد كده الكهرباء والتكييف وممرات الحركة. هنا دي السكيشن برضو بتاعت الدور التاني. تمام، هو الجميل بقى في الشوب دروينج انه بيخلينا ان احنا لما نشوف حاجة يعني لما نشوف مشروع مثلا 3D بيخلي الواحد نظرته عميقة شوية لل 3D عن ما كنت قبل كده وانا معرفش حاجة في الشوب دروينج. يعني دلوقتي لما بقيت بشوف مشروع ان انا يعني بقيت ابص لكل تفصيله فيه، طب هي دي هتتعمل ازاي، طب دي هننفذها ازاي وهتتركب ازاي مع اللي جنبها وهكذا يعني، وكل تجليده بنتخيلها هي هتترسم ازاي وننفذها ازاي. فطبعا الشوب دروينج مفيد جدا في النقطه دي. تمام، ده هنا كده سكيشن الدورين مع بعض. ده السكشن التالت وده الرابع. بعد كده بقى المنطقة الخارجية للمشروع كنا عملناها برضو بكل التفاصيل اللي فيها. تمام، هنا دي نفس البلانات يعني بس هجيب لكم شكل السكيشن بالأساس. تمام، هنا أهو ابتدت اللي هي المقاعد بدأت تظهر ووحدات الزرع. تمام، هنا شكل الفرنيتشر مع الحوائط وترتيبهم. عندي منطقة الكاونتر بتاعة المشروع وهنا برضو الكراسي على الواجهة. دي منطقة الباث روم. نبتدي بقى إن شاء الله في التاسك الثالث من الأسف اللي احنا بندرسها. هنا معانا المشروع ده هو مختلف شوية عن المشاريع اللي اتشرحت المرة اللي فاتت، لأنه ده في لو شفناه كده هنلاقي ان هو في كام مستوى، هو تقريبا هو كله مستوى واحد. تمام، بس هو في مستوى تاني انا هوريه لكم ان شاء الله واحنا بنرسم هناخد بالنا منه يعني. تمام، ده كده السقف ده كله مستوى واحد، بس هنلاحظ ان انا عندي تكييف مركزي، فبالتالي انا هحتاج ان انا هعمل سقوط للسقف زياده بقى عن اللي الباشمهندس قاله المره اللي فاتت. احنا عملنا عشان بيت النور بس عملنا 20 سنتي ومع الباشمهندس اللي هنا عملنا 15 سنتي، فهنا هنحتاج نعمل حوالي هننزل سقوط 55 سنتي. ليه 55 سنتي؟ عشان التكييف لما بنيجي نركبه، تمام، هو احنا بنحتاج بنحط دكت زي ده كده. تمام، الدكت ده بيكون ارتفاعه حوالي 27 سنتي وبنحتاج معاه حوالي 15 سنتي عشان نركب الكانات اللي هو بيتثبت بيها في السقف. تمام، وبالتالي ال 15 سنتي دول بيمر فيهم اسلاك اللي هي المواسير الكهرباء والفريم، وبعد كده بنعمل 8 سنتي اللي هي الاوميجا والحاجات اللي بنثبت فيها الجبسون بورد. فبالتالي كده احنا الاجمالي محتاجين 55 سنتي سقوط للسقف. تمام، ده كده بيبقى شكل الدكت والمواسير اللي بتوصل للجريلات يعني عشان تبرد المكان. تمام، وهنا ده اهو اللي هو ارتفاع الضغط بتاعنا. تمام، وده بيكون شكلها في البلان. فكده معانا السقف ان شاء الله هيكون 55 سنتي سقوط.
تمام. هنبتدي بقى بسم الله. نرسم أول حاجة بولي لاين للسقف كامل. تمام. نحدد الحيطة. ثانية هوضح لكم بس حاجة. كده أنا رسمت بولي لاين للسقف كامل. تمام. أنا سبت المنطقة دي عشان أنا عندي في المنطقة دي دولاب تخزين. أهو ثواني هوريه لكم في الصور. ده أهو دولاب تخزين. تمام. هو عمقه 60 سنتي، فأنا بعمل الجبسون بورد من، يعني هنبتدي السقف بتاعنا من بعده. تمام. هيكون في طبعا جبسون بورد فوقيه هنرسمه في السكشن. تمام. وهنا عند المطبخ في برضو هنا الوحدات واصلة لحد السقف، فبالتالي هنبتدي المستوى السقف بتاعنا اللي واضح يعني من أول بداية المطبخ من هنا، ومن هنا برضو نفس الكلام في الدولاب ده. تمام. ده مكان الدولاب اهو 60 سنتي تخزين، وده هنا مكان منطقة المطبخ. تمام. واضح كده قدامكم ولا ايه؟ فضلا تكملها. تمام. ماشي. بعد كده هنبتدي نرسم اكس لاين عشان نعمل السكشن بتاع السقف، نعمل قطاع في السقف عشان نشوف شكله ماشي ازاي. تمام. هعمل اكس لاين. ده كده معايا. بعد كده هنزل السقوط 55 سنتي ست، وبعدها زي ما الباشمهندس شرح المرة اللي فاتت بنعمل اوفست تاني اللي هو 2 سنتي سمك الجبسون بورد. تمام. ماشي. بعد كده لو لاحظنا هنا انا عندي في مكان الدولاب هنا هنلاقي ان الكورنيشه نازله على الدولاب، فطبيعي انه اكيد مش يعني هيكون في جبسون بورد ورا الكورنيشه كده. ثواني هوضحها لكم في تفصيله. هنا هيكون الجبسون بورد ده بتاع السقف اللي ظاهر قدامنا. تمام. وهنا هننزل اللي هو ارتفاع الكورنيشه بتاعتي اللي هي 12 سنتي. تمام. وبعد كده هكمل بالجبسون بورد بنفس مستوى الكورنيشه، ومن بعدها من تحت هنا هيبتدي بقى اللي هو ايه الدولاب بتاعنا هيمشي كده يعني. تمام. اللي هو الدولاب هيكمل كده يعني لتحت. واضحه كده النقطه دي ولا مش واضحه؟ طيب. تمام. ماشي. طيب هنا انا كده هبتدي ارسم ال، طب هو انا بس عايزه اوضح انه يعني هعمل ال 12 سنتي بتوع الكورنيشه عشان ابتدي ارسم القطاع يعني. بعد اذنك ممكن تكمل مقط الافق الاول. تمام. وبعد كده نعمل قطاع جانبي، يعني نرسم المقط الافق الاول مطرح. انا رسمت المسطره. يعني وضحي مثلا ان انت سبت هنا مثلا الدولاب، بعد كده هنا الستاره، عشان بس تبقوا فاهمين الخطوات اللي هيبداوا فيها في الطبق. بعد كده بعدها على طول نبدا نعمل. تمام. انا عندي هنا بيت الستاره، فانا اصلا يعني اوريدي مجهزت لكم اللي هو مكانها 15 سنتي العمق بتاعها. تمام. وهنا برضو عندي بيت ستاره، وهنا اماكن الدولاب اللي انا قلت لكم عليها بتاعت المطبخ. هنا ده الجزء بتاع المطبخ، وده برضو جزء المطبخ، وهنا ده دولاب التخزين اللي موجود في الليفن. تمام. بعد كده هبتدي اعمل هنا. نعم. بعد اذنك وضحي بس الجزء بتاع المطبخ اللي على الصوره، الوحده العلويه اللي على الدولاب، وضحيها على الصوره عشان بس تبقوا فاهمين. ما انا وضحتها قلت لهم اهو ده الدولاب اللي انا بقول لكم عليه في منطقه الليفن. تمام. وهنا ده اللي هو منطقه المطبخ، ده الوحدات العلويه بتاعه المطبخ. تمام. وهنا دي الدولاب الجانبي اللي موجود في المطبخ. عارفين المقاسات، يعني توضحي ان العمق الوحده المطبخ كذا، عمق الدولاب كذا، عشان نبقى عارفين بيسيبوا قد ايه من بعد التقويم بتاعه. ماشي. تمام. هنا عمق وحده المطبخ العلويه هتكون 35 سنتي، وبنسيب طبعا وراها 2 سنتي عشان السيراميك وكده. وهنا الوحده دي هتكون عمقها 60، وحده المطبخ دي عمقها 60 سنتي. تمام. وهنا وحدة الدولاب بيكون عمقها 60 سنتي. تمام كده الدنيا واضحة؟ لو تمام لو سنتين اكتب رقم واحد بعد الكم. لو تمام اكتب رقم واحد عشان تكمل الخطوة. اكتب رقم واحد على الشات. تمام. اتفضل لو تمام. تمام. طيب هبتدي بقى أعمل اللي هو مكان الكورنيشة عندي هي نازلة 12 سنتي. تمام.
فأنا هنزل بالسقف 12 سنتي من ناحية الدولاب ومن ناحية بيت الستارة، تمام؟ وهنا من عند المطبخ برضو نفس الكلام، فهوضح لكم بس الرسمة وهنفهمها على طول مع بعض يعني، تمام؟ هعمل الأوفست 12 اللي هو ارتفاع الكورنيشة، تمام؟ واخد 2 سنتي اللي هو ايه سمك الجبسون بورد. هبتدي بقى ارسم القطاع معايا، اغير بس اللون احمر. ماشي. هبتدي من اول هنا، تمام؟ همشي ده كله عندي مستوى واحد. نعم صراحة ما تضيعش، بعد اذنك ارسم رسمة الكورنيش على البلان الاول، وبعد كده نعمل القطاع الجانبي في الاخر علشان يبقوا فاهمين. ارسم رسمة الكورنيش على البلان. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي انا معايا الكورنيشه دي، هي الشكل المقارب للموجود في المشروع. دي انا جبتها من شركه كتالوج فيوتر، تمام؟ هي انا كنت رسمتها اهي، تمام؟ هي الارتفاع بتاعها هو عاملها هو 12 سنتي، فانا هاخدها كوبي احطها عندي في البلان هنا. ماشي. دي اهي شكلها، تمام؟ من بعد الدولاب زي ما هو واضح هنا في الصوره. بسم الله. اهي شكل الكورنيشة مع الدولاب، تمام؟ بعد كده هبتدي هحطها برضو الناحية التانية، هعمل لها ميرور واخدها الناحية التانية ناحية بيت الستارة، تمام كده؟ ده اهو مكان بيت الستارة عندي. بعد كده هبتدي ارسم السكشن بتاع السقف. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مهندسة رحمة استأذنك بس أوضح لهم حاجة. بصوا يا باشمهندسين، الخطوات اللي بتعملوها زي ما باشمهندسة رحمة قالت، بنحدد الحاجات اللي هي اللي فيها الوحدات التخزين زي وحدة الدولاب عمق 60، وحدة المطبخ الوحدة العلوية 30 ل 35، بيت الستارة من 15 ل 20، وبعد كده بنعمل السمك الكورنيشة، بنعمل اوفست للبول لاين اللي كانت عاملاها باشمهندسة رحمة، اوفست العمق الكورنيشة اللي هو 12 سنتي. بعد اذنك يا باشمهندسة ممكن تعملي اوفست في الخط ده 12 سنتي، وبعد كده نعمل القطعة 45. اعمل اوفست اللي هو البلان، اوفست للعمق الكورنيشة بنعمله في البلان الاول قبل ما بنعمل القطعة الكاملة، الاسقاط بتاع الكورنيشة على ماشي تمام. هغير بس لونها عشان توضح. عملها أوفست، تمام؟ أو عملتها. دي التخانة بتاعت الكورنيشة عندي، تمام؟ طبعاً بنعمل هنا زي ما وضحنا المرة اللي فاتت، بنعمل خط على 45 في الزوايا، تمام؟ تمام. كملي بقية التطبيق، مش لازم نرسمه كله وخمسة كده كده، هم هيعملوا بقية 45 على بقية الوقت، تمام؟ أوكي ماشي. بعد كده ابتدي أرسم بقى السكشن، صح كده؟ الخط الدوت، وضح الخط الدوت بتاع الخطوط الخرسانه، الخط الاحمر كده، اعمل الخط الاحمر بتاع الخط الخرسانه عشان تبقى واضحه لما يجي يعملوا التطبيق، من اول الشباك لحد الكذا المحاره. من اول الشباك لحد المحاره بنعمل خط دوت عشان ده خط الخرسانه بتاعنا، تمام؟ بعد كده هبتدي اعمل الستاره. اولا احنا بيت الستاره معانا هيبتدي من اول مع الكورنيشه هنا، تمام؟ فهناخد بيبقى عمقها لفوق اللي هو 20 سنتي، تمام؟ فهمشي كده هطلع 20 وادخل هنا بيت الستاره واطلع سمك الجبسون بورد 20 سنتي، وبعد كده هطلع لفوق لحد الخرسانه واعمل سمك الجبسون بورد 20 سنتي، واجي هنا بقى لحد المستوى بتاعي اللي هو 55 اللي احنا عملناه المستوى الاول، تمام؟ همشي كده لحد اول الدولاب هنا واطلع لفوق لحد السقف. المرايه اللي هي لحد السقف دي عشان بتمسك مع السقف الخرسانه يعني، تمام؟ 20، وبعد كده بنزل اللي هم ال 12 سنتي بتوع الكورنيشه، 20 سنتي بتوع الجبسون بورد، وامشي المسافه اللي هي فوق الدولاب
تمام لحد ما اوصل للكورنيشة، وبعد كده هكمل بقى السقف اللي ظاهر عندي اللي هو ده. تمام، انزل الجزء بتاع المراية بتاعت بيت الستارة. ده كده هيكون معانا شكل السكشن بتاع الجبسون بورد. عملنا ايه؟ عملنا 20 سنتي. نعم عدد. لو تمام فهمتين اكتب رقم 3 بعد. لو تمام اكتب رقم 3 لو لحد كده 3 عشان نكمل. فضل اصلا اكمل. تمام تمام ماشي. طبعا المنطقة دي بتكون عندي فاضية بس كده. نعمل القطع الاول وبعد كده عشان انتوا شايفين شكل القطاع، وبعد كده نعمل الفراغات بس تبقى واضحه. ماشي، هعمل الهاتش دلوقتي للقطاع، خلي لون احمر. نخلص القطع الجانبي بتاع البلان الاول كله وبعد كده نخط التفاصيل. يعني نعمل قطع طولي اللي هو من المطبخ ده كده. احنا عملنا قطع. ماشي يا باشمهندس، ده كده احنا عملنا قطع اللي هو طولي، وهنعمل قطع عرضي بمنطقة بقى اللي هي ايه، نوضح منطقة المطبخ اللي هي اللي فيها وحدات التخزين العلوية. تمام، هنلف البلان. وهنا ده شكل بيت الستارة. اولا انا بيكون عندي العمق هنا فيها بيكون 20 سنتي. تمام، فانا عندي اوريدي نازلة 12 سنتي بتوع الكورنيشة، وبعد كده طلعت زيادة 8 سنتي مع ال 12، وعملت بقى اللي هو الجبسون بورد اللي هيتثبت فيها هنا بيت الستارة اللي هو المجرى بتاعت الستارة نفسها. تمام، وضحت كده ولا ايه؟ فضلت انا تبقى كده تمام. الخطوة دي كده تمام. لو تمام اكتبوا 4 بعد اذنك. لو تمام اكتبوا 4 بعد اذنك. هنا ده معايا منطقة، هنا بقى المطبخ اللي هو الوحدات العلوية. تمام، وهنا الحيطة بتاعت الريسبشن يعني. تمام، اول حاجه هعملها زي ما قلنا قبل كده، هنعمل اكس لاين لخط الخرسانه. تمام، وبعد كده باخد اوفست 55 سنتي عشان احنا عندنا تكييف مركزي، وبعدها بعمل اللي هو سمك الجبسون بورد 2 سنتي فوق. تمام، وبعدها بعمل اللي هو اللي احنا قلناه الوان علشان الناس. الخط الاحمر ده خرسانه، الخطين التانيين ده جبسون بورد، علشان السير احيانا ممكن الالوان ما تبقاش. طيب ماشي، ده كده اللي هو سمك الجبسون بورد للسقف اللي هو المسطح اللي عندي باين كله. وبعد كده هعمل اللي هو ال 12 سنتي بتوع الكورنيشه عشان لما هننزل هنا عند وحده المطبخ. تمام، 12 وبعد كده 2 سنتي. تمام، هنا بقى همشي السقف. من أول المحورة هنمشي. تمام، لحد هنا اللي هو عند الدولاب اللي هي الوحدات العلوية بتاعت المطبخ، هقف لحد عندها، وبعد كده هطلع لفوق عند الخرسانة، نعمل مراية سمكها 2 سنتي سمك الجبسون بورد، وانزل تحت عند اللي هو ال 12 سنتي اللي احنا عملناهم للكورنيشة. تمام، واعمل بقى سمك الجبسون بورد فوق وحدات المطبخ العلوية لحد بداية المطبخ، وبعد كده هكمل باقي السقف عندي. حد ثواني اعمله بلون واضح. شكرا لحضوركم. النموذج الثالث خاص بالمحاضرة الثانية الجزء الأول، إن شاء الله في الفيديو اللي جاي تكملة الجزء الثاني خاص بالنموذج الثالث. حضراتكم ما تنسوش ترفعوا التطبيق العملي في البوست على الصفحة في الوان ورك شوب أو على الكومنت تحت الفيديو. طبعا الملف العمل هتلاقيه عند حضراتكم في نفس الفيديو على اليوتيوب تحت في لينك خاص بالتحميل الملف العمل الخاص بالنموذج الثالث. انتظاركم إن شاء الله في الفيديو القادم.
باشمهندس.